بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما الذي أستطيع أن أفعله كي أنقذ هذا الطفل من الموت؟ هل أدلكم على من تستطيع إرضاعه؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا من بني إسرائيل، وكنت أنظف المكان هناك منذ البارحة، ورأيتكم وأنتم في حيرة من أمركم، فأردت المساعدة، فأنا أعرف مرضعة جيدة. وهل ستختلف المرضعة التي ستأتي بها عن باقي المرضعات؟ أعتقد ذلك. أنا لا أعتقد ذلك. فلنحاول، ربما أصبنا هذه المرة. هل وافقت يا مولاتي؟ نعم، اذهبي وأتني بها. لا أعرف بماذا أشعر بالضبط في هذه اللحظة، فأنا سعيدة للقاء ابني وخائفة من أن يرفض الرضاعة مني. كيف لا يرضع منك وأنت أمه؟ ثم إنه رضع منك لمدة 3 أشهر مضت، فهو يعرفك. معي مرضعة. مولاتي، ها هي السيدة التي حدثتك عنها. ومن هي؟ إنها أمي. أي أنها من بني إسرائيل أيضا. نعم نعم. إذن حاولي إرضاعه. ماذا بك أيتها السيدة؟ ولما هذه الدموع؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا عاد الطفل موسى إلى حضن أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.
أتعلمين أن موسى رفض مرضعات كثيرات؟ موسى؟ من موسى؟ هذا الطفل، أنا أسميته موسى لأنني وجدته بين الماء والشجر. موسي، هل هو اسم جميل؟ نعم، نعم يا مولاتي، اسم جميل يليق بهذا الطفل الجميل. منذ هذه اللحظة أصبحت أنت مرضعته حتى الفطام. سمعا وطاعة يا مولاتي. ومن الآن ستمكثين مع موسى في هذا القصر لترضعيه وتراعيه. كيف ذلك يا مولاتي؟ لا أستطيع أن أمكث في القصر، إن لي زوجا وأولادا صغارا، ولا يوجد أحد يعتني بهم غيري. وماذا عن موسى؟ من التي سترضعه إذا جاع؟ هل أستطيع يا مولاتي أن أخذه معي إلى بيتي وأعتني به؟ وهل أستطيع أن أتحمل فراقه عني؟ سآتي به كل يوم إلى القصر كي تريه، وأعدك، أعدك أني سأعامله كأولادي وأكثر. لا مانع، ولكن أعتني به جيدا، فهو كابني تماما. الحمد لله، أشكرك يا ربي، أنا لا أصدق عيني، لقد عاد طفلي الحبيب إلى حضني مرة أخرى. طفلي الحبيب عاد إلي، وسوف يتكفل فرعون به وبرعايته. هل تصدق هذا يا عمران؟ هل تصدق هذا؟ طفلي عاد إلى حضني، طفلي عاد إلى حضني. نعم أصدق، إن وعد الله حق. لقد أسموه موسى، أسيا بنفسها من أطلقت عليه هذا الاسم، لقد ذابت حبا فيه. أمه، سوف أذهب بقطعة القماش هذه لأصنع لي ثوبا جديدا. لقد أغدقت علينا آسيا بنقود وهدايا كثيرة جدا من أجل موسى ورعايته. لقد جاء موسى وجاء معه الخير. ليس خيرا لنا فقط، الخير سيكون لبني إسرائيل جميعا. موسى حبيبي،
هل يرضع جيدا؟ لا أتركه يجوع. لقد زاد وزنه فعلا قليلا. وماذا تفعلين عندما يبكي؟ أضمه إلى صدري فيسكت. خذوه ولكن لا تدعوه يبكي. مولاتي، إنني ماذا تريدين؟ تحدثي، لا تخجلي. إن زوجي مريض اليوم، وقد أخذوه ليعمل في بناء المعبد رغم مرضه، وأستحلفك بحبك لموسى أن تحدثيهم ليتركوه حتى يشفى. إن هؤلاء الجنود لا رحمة في قلوبهم. اطمئني، سوف أطلب من فرعون أن يعطيه يومين راحة. أشكرك على عطفك يا سيدتي. يا لعذاب بني إسرائيل، من يصدق أن طفلنا موسى أبعد عن ظهرك سياط جنود فرعون لمدة يومين؟ ولكن بعد أن يمضي اليومان سأعود للسياط مرة أخرى. هون عليك، لقد أصبح لموسى خاطر في بلاط القصر، ولن ترضى آسيا العذاب لزوج مرضعة موسى بعد ذلك أبدا. إن فرعون لا يعرف الخواطر، إننا عبيد وسنظل عبيدا حتى نموت. إن موسى يبكي، أظن أنه جائع. انظر إلى طفلي الحبيب موسى كيف كبر. إن يوكابد تعتني به جيدا. لولاك ما كان لهذا الطفل أن يظل على قيد الحياة. لا أعرف كيف سمعت كلامك وعفوت عنه. يا فرعون مصر، إنه مجرد طفل. ألا تعلمين بماذا فسر الكاهن الحلم؟ الكهان يخطئون أحيانا، وكثيرا ما يصيبون. وهل أرضى أن يصيبك مكروه يا زوجي الحبيب؟ إن هذا الطفل سيتربى معنا وسيكبر ويحمل الجميل لك ولي. انظر، انظر إلى وجهه، انظر إلى ابتسامته الجميلة. إنه يشبه كثيرا عبيد بني إسرائيل. عندما تكبر سأطلب منك أن تطلب من فرعون أن أعمل وصيفة لدى السيدة آسيا. إنني لا أريد أن أحمل الأحجار لبناء المعابد. كيف حال موسى؟ بخير يا أمي. هل جاء والدك؟ ليس بعد. إذن هيا نطهو الطعام كي يجده جاهزا عندما يأتي. هل هذه الفاكهة لنا؟ نعم، لقد قطفتها من حديقة القصر. إن السيدة آسيا تريدني أن آكل جيدا كي يشتد عود موسى ويصبح قويا من لبني. وهل سيصبح موسى أخي قويا؟ نعم، سيصبح أقوى رجل في مصر، لأنه مكلف برسالة ويجب أن يكون قويا كي يحملها. وما هذه الرسالة يا أمي؟ لا تتعجلي يا مريم، ستعرفين كل شيء في حينه. هيا أيقظي هارون كي يأكل معنا.